عن 7:05 your flight. Exactly 3 hours before the flight. Now it's 4:05. Have your passport ready? Yes. Not yet for me. رحلتها رقم 954 المتجهة إلى مطار القاهرة. سوف نقطع المسافة بين مطاري بن غوريون بتل أبيب والقاهرة في حوالي ساعة و15 دقيقة. لسلامتكم نرجو من حضراتكم ضرورة تأكد من تحسس المقاعد ووضع المقعد في وضع الرأس المعتدل لنسخ الطيران وأعضاء الطاقم يتمنون لحضراتكم رحلة ممتعة. شكرا. Ladies and gentlemen, now we are staying.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سهل تعليمات السلامة، يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المقعد أمامكم، أو بشكل يذكركم أن التدخين ممنوع على جميع رحلات مصر للطيران، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ويمنع التدخين منعاً باتاً في جميع. تذكر أن تضع القناع الخاص بك أولاً قبل مساعدة الآخرين. استعمالها، أخرج السترة من مكانها، أدخل رأسك داخل سترة النجاة، نفخ السترة فقط عند مغادرة باب الطائرة أو بعد الخروج من خارج الجناح. ستوزع سترات النجاة بأمان أثناء الإقلاع والهبوط. في حالة سقوط أي من الأجهزة الإلكترونية، instructions: if you have a carry-on baggage, stow it under the seat in front of you or securely place it in comfortable. Egypt Air wishes you a pleasant flight. Sit back and relax, enjoy flying.
كابن ترانزيت المواصلين السفر إلى وجهات أخرى عبر مطار القاهرة الدولي. Transit passengers via Cairo International Airport. السادة الركاب الذين لا يحملون بطاقات لوجهتهم النهائية يرجى التوجه إلى مكتب الترانزيت للحصول على بطاقة الصعود. If you do not have the boarding pass to the final destination, please refer to the transfer desk to get the boarding pass. السادة المسافرين على رحلات دولية. Thank you.
ya hasta la repararon, ¿no?